قال حسام الدين عبد الله رئيس مهرجان الغردقة الدولي الأول للسياحة وتبادل الثقافات إن السبب الرئيسي من إقامة المهرجان خلال الفترة الحالية هو تقديم شيء هام يفيد السياحة المصرية في هذا التوقيت، وتعريف العالم كله إن مصر ما زالت آمنة وإن السياحة تسير بها على المستوى المطلوب. وأضاف عبد الله على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقيم مؤخراً إن المهرجان بيحاول توصيل رسالة لدول العالم الخارجي، وهي إن مصر ستظل بلد سياحية مهما كان. نشكركم على حضوركم المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان. إحنا لما فكرنا نعمل حاجة للبلد لمصر وكلنا شغالين في السياحة، فكرنا نعمل مهرجان سياحي ثقافي، لأن السياحة من غير ثقافة والسياحة والثقافة من غير سياحة برضو من لازم الاثنين يمتزجوا مع بعض. الفكرة جت من بعد الأسبوع الروسي اللي كنا عاملينه في شهر واحد، وكنا بنحضر للمهرجان تقريبا من أول اثنين على أساس ننشط السياحة، ننشط السياحة، واخدين الموافقات بتاعته من شهر ثلاثة إن احنا نقيم المهرجانات، وكنا بنخاطب السفارات تقريبا من شهر اثنين اللي فات عشان نعرف نجيب، انت عارف المهرجان في دورته الاولى، نعرف نجيب اكبر عدد دول تشارك معنا. مشاركه الدول، حضرتك لما بتشارك الدول مشاركات رسميه بيبعتوا لنا الاعلام بتاعهم، الاعلام بتاعهم بنحاول نسوق للبحر الاحمر، بس هم اللي يعني احنا بنحاول نخليهم هم اللي يسوقوا لنا للغردقه والبحر الاحمر بطريقه مباشره. بشكركم جدا على مشاركتكم معانا في المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الغردقه الدولي للسياحه وتبادل الثقافات في دورته الاولى. اكيد حاجه حلوه جدا ان احنا ننشط ونروج للسياحه بتاعت بلدنا، لان مصر من اجمل البلاد في العالم كله، ويمكن الفتره الاخيره اللي بتشهدها مصر من احداث وكده اكيد دي بتاثر على السياحه، فبتكون حاجه لطيفه من الصحفيين ومن المذيعين ومن الاعلام ان هم يغطوا حاجه مهمه جدا بتاثر على الدخل القومي بتاع مصر. فان شاء الله المهرجان يكسر الدنيا ونوصل صوره مشرفه لكل العالم وكل الجنسيات المختلفه في العالم كله علشان يجوا يزورونا في الغردقه وفي شرم وفي الجونه وكل المناطق الجميله اللي عندنا في مصر. بنحاول ان احنا ندعم سياحه بتاعه بلدنا، ونحاول نقول ان يعني ان شاء الله في سياحه ويبقى في تبادل ثقافي بيننا وبين الدول الثانيه، وطبعا الفنانين لازم يشاركوا فعلا لان هم بيعتبروا برضو يعني واجهه وسفراء لبلادهم في كل مكان. الحمد لله في حوالي 12 او 13 دوله اكدوا حضورهم ومشاركتهم في المهرجان، وبنتمنى ان شاء الله ان المهرجان ينجح، وما عندناش مشكله ابدا ان احنا نعمل المهرجان في 30، بيبقى فيه من ضمن ايامه يعني 30/6 او 25 يناير او اي تاريخ ايا كان، لانه دي مهنتنا، اكل عيشنا، ودي بلدنا، وهنفضل نعمل اي حاجه نقدر نعملها علشان مصر. النهارده شايف صوره جميله جدا لاراده المصريين في ان هم متمسكين بهويه مصر الثقافيه ضد اي محاولات لطمس اهم معالم من معالم الشخصيه المصريه هو ثقافه مصر وتاريخ مصر. فاحنا مصرون على يعني الاستمرار وعلى تقديم المهرجانات الدوليه وتقديم الوجه الثقافي الحضاري لمصر والمصريين. فانا بحيي كل اللي النهارده موجود في المؤتمر الصحفي اللي على هامش مهرجان الغردقه الدولي لتبادل الثقافات. احنا هنركز في مشاركتنا في المهرجان على نوعين من المشاركه، المشاركه الاولى الفلكلور الشعبي لنقل اللي هو الرقصات الشعبيه الفلسطينيه اللي يمكن قليل جدا حد بيعرفها، واللي هو الصوت الفلسطيني اللي بدا ينتشر في الوطن العربي. دي اول مشاركه. والمشاركه الثانيه هتكون من الناحيه اللي هي الادبيه، من فن تشكيلي، من رسومات خاصه بالقضيه الفلسطينيه. الفكره ان احنا نجيب دول الجوار، يعني دول البلقان اللي هي برضو جست للغردقه ولشرم الشيخ، فوجهنا الدعوه لاوكرانيا، لكازاخستان، لاذربيجان، لبيلاروسيا، لجورجيا. الدول كلها كانت مرحبة جدا لأن الجست برضو أساسا موجود عندنا، والغردقة وشرم الشيخ بتحظى بالقبول عنده، فحاولنا والموضوع مشي معانا. فبعد فترة قلنا ليه ما يبقاش الموضوع دولي، ما يبقاش حكر على منطقة معينة أو على جزئية معينة. احنا عملنا دعوات لتنشيط السياحة على مستوى العالم كله، عملنا كنقابة عمل السياحيين دعينا لمنظمة العمل الدولية انها تيجي تزورنا في المؤتمر ده وتيجي معانا. عملنا دعوة لأصدقائنا على مستوى العالم السياحيين عشان يجوا يشوفوا المؤتمر بتاعنا. الحقيقة عندنا فريق عمل كامل شغال على هذا الموضوع. طبعا دوت بيعود علينا احنا كعاملين بقطاع السياحة، هيبتدي ينشط لنا السياحة، ودي أهم حاجة ودي أهم خدمة احنا بنقدمها لقطاع السياحة وللعاملين بالقطاع.